استاذ ادريسي، كنتم من بين الناس اللي وقفوا بشكل ميداني وبشكل واقعي خلال الوقفات الاخيره ضد الجواز الصحي وفرض ولوجو، يعني فرض توفر عليه لولوجو المحاكم. اولا نرجع شويه، يعني كيف تم وضع هذا المشكل هذا وكيف التدبير ديالو من خلالكم استاذ خالد ادريسي؟ كما تعلمون لان هذا الوباء فرض على الدوله القيام بمجموعه من التدابير الاحترازيه من اجل محاربه هذا الوباء على المستوى القانوني، على المستوى الاداري، على المستوى الصحي الاقتصادي الاجتماعي وما الى ذلك. طبعا ولكن الدوله احتفظت بواحد المبدا اساسي ومهم اللي هو اختياريه التلقيح كاجراء طبي من اجل هذه المواجهه. جميل، نحن كمحامون منذ بداية هذه الجائحة انخرطنا انخراط فعال وواعي وميداني وحقوقي من أجل دعم جهود الدولة، بدليل على أنه أثناء الجائحة رغم أن المحامون كانوا لا يشتغلون، رغم أن الهيئات كانت تعيش أوضاع مالية جد مزرية، قامت جميع الهيئات بأداء مبالغ مالية مهمة وصلت إلى ملايين الدراهم من أجل مساعدة الدولة. إذا المحامون دائما يقومون بدورهم المنوط بهم لدعم جهود الدولة وللتعبير عن مواطنتهم الحق وعلى أنهم أناس يستطيعون أن يقودوا أي نضال أو أي استراتيجية من أجل النهوض بهذا الوطن الحبيب. هذا هو السياق العام ديال هذا الموضوع. جاء فيما بعد على أنه الدولة ستفرض ليس إجبارية التلقيح ولكن إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، وكأننا نقول على أنه هذا التدبير أو أن قانونيا هناك مبدأ الاختيارية وواقعيا هناك مبدأ الإجبارية، وهذا واحد التناقض الذي وقعت فيه الدولة. التساؤل المطروح، لماذا الدولة لم تنص بنص قانوني على الإجبارية ولم يطرح هذا الإشكال بتاتا؟ ربما هناك نقاشات قانونية، ربما نقاش متعلقة بمسؤولية الدولة القانونية الدعاوى أو المساطر التي يمكن أن ترفع ضدها في حالة إضرار هذه الإجراءات التي تقوم بها بمختلف جوانب التي تمس المواطنين أفرادا وجماعات. ولكن الإشكال هو أنه بقي هذا التناقض، صدر قانون يجيز هذا الإدلاء الإجبارية في جميع المرافق العمومية وكانت هناك مجموعة من الإشكاليات، ولكن في مجال العدالة لم يكن يطبق هذه المسألة. جمعية هيئات المحامين بالضبط في واحد الاجتماع ديالها اللي كان في ضيافة هيئة المحامين بسطات في مدينة برشيد بالضبط، صدر بيان برشيد عبرت فيه جمعية هيئات المحامين يعني قبل فرض جواز قبل فرض ربما بشهر ونصف أو أكثر، عبرت بصريح العبارة على أنها ترفض أن يلتزم المواطنين بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح على اعتبار أن المبدأ هو الاختيارية وعلى أن هذا المبدأ يخالف المبادئ الدستورية ويخالف المبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين. بالتالي هذا القرار قبل أن يطبق على مجال العدالة وقبل أن يطبق أي إجراء من هذه الإجراءات كان موقف المحاماة في إطار جمعيتها الرسمية التي تعتبر الممثل الرسمي الواحد على المستوى الوطني موقف واضح بالرفض، وبالتالي نضال لم يكن فقط نضال فئوي لفائدة المحامين ولكنه كان نضال حقوقي، نضال يهم جميع الشعب والمجتمع المغربي، إلى غاية أن صدرت هذه الدورية الثلاثية في وزارة العدل وفيها مسألة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة الذين فرضوا تطبيق الإجراء على مستوى مرافق العدالة. ونحن كمشاركين في هذا المجال تم تبليغ السيد رئيس جمعية المحامين المغرب على أنه المحامون ملزمون بهذا الجواز، وهذه النقطة التي أفاضت الكأس. فعلا هم يقولون على أن القانون فعلا موجود ولكن القرار نحن نرفضه منذ صدوره، والنقاش القانوني ممكن أن نعود له فيما بعد، ولكن نحن رفضناه كما قلت منذ البداية، وهم اعتبروا على أن هذه الدورية مجرد آلية لتفعيل هذا القانون. إذن يقول القانون موجود وهذه مجرد آلية. نحن كشريك أساسي في مجال العدالة، كشريك عبر عن موقفه من هذا الجواز، كان يفترض أن يتم استدعاؤنا واستشارتنا
ولو حتى ليس في تطبيق قانون او عدم تطبيقه، ولكن على الاقل في تدبير هذا الامر من الناحيه العمليه ومن الناحيه، لانه من المستحيل لاي محامي حر ومستقل ان يقبل ان يتم تفتيشه معطياته الشخصيه المتعلقه بالجانب الصحي لعون سلطه او لشرطي او لدركي او لمن. بالتالي نحن نقول على انه كان يجب الاشراك، هم يقولون على ان هذا مساله قانون وعلى ان الدوليه مجرد تدبير، ولكن نحن نقول على انه كان يجب الاشراك هنا في تدبير هذا الدوريه، وربما ما كانش غادي كل مشكل، ولكن تنظن على انه، وهذا ربما نجيو ليه في النقاش، كانت مجموعه من الامور الاخرى الغير المتعلقه بتطبيق القانون او غير تطبيقه، كانت متعلقه ربما ب اختبار ميزان القوة داخل منظومة العدالة، قوة المحامين وقدرتهم على الاستيعاب وقدرتهم على التعبئة أو النضال في واحد الأمر الذي يمس ربما واحد الجانب من حقوقهم وحريتهم، قدرتهم على النضال والتعبئة بهذا الشكل فيما يتعلق بمعارك مستقبلية. ولكن بان بأنه فعلا المحامين استطاعوا تدبير المشكل بشكل سلس، يعني في نظركم من اين جاءت هذه السلاسه ديال تدبير المشكل ديال الجواز الصحي في المحاكم؟ بالفعل هو ربما من المكاسب العظمى في هذا النضال، ولو ان الكثير قد يقال على ان هذه التعبئه وهذه القوه النضاليه في واحد الموضوع اللي هو بسيط اللي هو جواز تلقيح هي مساله مبالغ فيها، ولكن نقول على انه رغم انها معركه ذات اساس بسيط إلا أن الآثار ديالها كان جد مهمة، والمكاسب اللي خداوها الهيئات وخداوها جسم المحاماة بصفة مؤسساتية ولا بصفة فردية كان جد مهمة، إنه ربما راه منذ عقود لم تتوحد كلمة المحامون على شيء واحد، لم تكن جميع الهيئات متفقة، حتى الدار البيضاء التي انسحبت من الجمعية ونتمنى أن تعود قريبا لأنها جزء لا يتجزأ من الجسم المهني، حتى هي رغم الخروج ديالها بقات ترى في اطار هذا التوافق، ولو انهم كانوا سباقين لابرام واحد الاتفاق اللي كان بشراكه، وغنبين لك ربما حتى هذه من الاسئله اللي ممكن نناقشوها، الفرق ما بين الاتفاق ديال الدار البيضاء والاتفاق اللي دارت جمعيه هيئات المحامين المغرب، لان هذا الاتفاق هو مهم باش غادي نناقشوه، الفرق بيناتهم باش نعرفوا كل واحد والسقف المطالب وماذا تحقق. اذا تنقول على ان حتى مثلا في عز الازمه ديال 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 وزاره ديال جمعيه هيئات المحامين المغرب والمحامون مع وزاره العدل ابان فاش كان الزميل رميد هو وزير العدل، وحنا تلاحظوا دائما فاش يكون الزميل هو وزير العدل دائما تكون التطاحنات وكانهم يريدون ان يستعملوا، هذا هو المشكل، وكانهم يريدون ان يستعملوا زميل من اجل الحقوق على شيء يضربوا المهنه بواحد الطريقه، لا هو اصلا كتكون عنده خلفيه معينه، ما نظنش لان مثلا حنا وهبي ما تنعرفوش مواقف ديالو، ولكن الرميد كان عنده مواقف مهمه نضاليه، ولكن فاش كان في الوزاره فعلا تبدلت كثير من المواقف ديالو، اذا واش الكرسي هو اللي تبدل الشخص ولا انا راه واحد التعبئه كبيره، راه تنظن انه لو استمر هذا النزاع ومشي فيدراليه المحامين الشباب اللي دارت وقف النقد وجمعيه هيئات المحامين طلب وقفه وطنيه، راه تنظن انه يجيو اكثر من 10000 غيمشيو للبرلمان، وهذه ربما غادي كانت غتكون واحد جلسي لقوه المهنه، ولكن حنا ما بغيناش على اننا ندخل في صراع كبير مع الدوله. كان سابق على انه المحاكم يتم شلها بشكل نهائي تاريخ المحاماه، لا اظن انه كان سابق من الشكل. لم تكن اي سابقه في هذا الاطار، هذه اول ربما تجربه على مستوى المغرب، وتنظن انها عطات دروس وعطات خلاصات لا لينا ولا للطرف الاخر باش يكون. شنو هي الصعوبات اللي لقيتوا امام هذا الحل هذا، يعني في هذا الوضعيه ديال الشلل؟ فكان عندكم اكراهات، انتم مرتبطين بملفات ديال المتقاضين، كاين اكراه ديال الدعوى الاستعجاليه، كاين احكام احيانا كانت كتصدر بشكل عادي وكان المحامي ما حاضرش. هو ما يمكنش تاخذ واحد جوج في نفس الوقت، ما يمكنش تكون مناضل ما يمكنش تجمع واحد المسائل، الا كنتي باغي تناضل فيجب ان تضحي مالك بملفاتك بمساطرك بكل شيء، وهذا هو الاتجاه اللي مشينا فيه، اننا متوقفين وما غادي نديروا حتى اجراء الى غايه حل المشكل، ما درناش ديك العصا في الوسط. بالتالي تنحيي انا جميع الزملاء والزميلات وجميع رواد الوطن على هذه السمات ديالهم وعلى
انهم فعلا تضرروا في المصادر ديالهم وحقوق الموكلين ديالهم وحتى في الجوانب الماليه ديالهم، ومع ذلك ظلوا صامدين لانهم اختاروا الخيار الصعب ولكن الخيار الذي سيذكره لهم التاريخ، وهو صراع النضال من اجل مواجهه اي شيء يمكن ان يمس بحق وحريه المحامي. نعم، الملاحظ غادي نرجعوا للنقطه اللي تكلمت عليها الاستاذ خالد الادريسي، هي انه قبيل الاتفاق ديال الجمعيه مع باقي مع مجلس الاعلى للسلطة القضائيه والنيابه العامه، سبق منه اتفاق ديال الدار البيضاء، كان مع رئاسه المحكمه استئناف مع النيابه العامه وايضا هيئه المجلس. شنو هو الفرق؟ لانه البعض كيقول بانه كانت انتقادات في المجلس ديال هيئه الدار البيضاء، ولكن في الاخير وقعنا في نفس الامر وطنيا. واش كاين فرق؟ هو كاين فرقين اساسيين. الفرق الاول هو ان من التامل في اتفاق ديال الدار البيضاء يتم اعتراف هيئه على انه هذا الا هو امام المحاكم هو التزام قانوني يتعين التزام به، هو مقتضى قانوني يتعين التزام به. انا شنو الفرق؟ ملي تنقول انني هو التزام قانوني يتعين التزام به، اذا ديك الايام اللي ما كانش ممنوع اني ندخل المحاكم وكنت ندير وقفات، اذا هذه الحرب ديالي غير مشروعه لان مستند على واحد الالتزام قانوني، اذا انا عارف القانون وتنخالفه. بينما لا، التزام ديال الجمعيه باش حيت ما تعرفش هذه الفروق، ما كانش فيه ما يفيد على انه التزام قانوني. بالعكس، نحن اكدنا جميع البلاغات السابقه ديالنا وانه التزام غير قانوني وعلى انه يخالف الدستور ويخالف الحقوق والحريات، بقينا مع واضحين. ثم حاجه اخرى في الالتزام ديال الدار البيضاء، تيقول لك ان التدبير بشراكه مع الجهات. حنا كان بالتدبير بصفه مستقله، كل هيئه تدبر الامور ديالها بصفه مستقله، ولذلك راه لاحظتي اذا هذا هو الشراكه والاستقلاليه، هما الشراكه والجمعيه الاستقلاليه، هذا هما الفرقين الاساسيين. وداك الشيء شحال تيقول لك علاش الجمعيه ما خداتش قرار حاسم على المستوى الوطني، اللي ما يمكنش هي دارت المبدا هو ان التدبير سيكون بكل حريه واستقلاليه على مستوى الهيئات وما يتدخل معنا حتى واحد، وبالفعل هذا هو ما وقع عمليا منذ يوم الخميس الجمعه واليوم والبارح واليوم. ولكن خلات الهيئات، لان كل هيئه عندنا حنا عرفتي الهيئه 17 هيئه، كاين الهيئه اللي فيها 200 واحد، كازا فيها 5000، حنا الرباط عندنا 2300، كاين اللي عندها 300، كاين اللي عندها 400، اذا هيئه كبيره التدبير ديالها يختلف عن هيئه صغيره. لذلك الجمعيه وضعات المبدا اللي هو ان التدبير يكون بكل حريه واستقلاليه، ولكن راه كاين واحد اللجان ثلاثيه على مستوى محاكم السيناء ديال كل هيئه ممكن تدبر بطريقه او باخرى على حسب الخصوصيات.